الطلا ونحن الندامى ساهرات عيوننا فيك، ساهرات عيوننا في لياليك، وما ينبغي لها أن تنام. قد أتينا إليك منك هديلا وصهيلا وزعترا وخزاما، وحملنا إليك منك سلاما كركيا معطرا وكلاما، فكأن على الضفاف غمام واعد بالهطول لاقى غماما، أو يمام قد استبد به الشوق فداغ على الغصون اليماما. لا تلمنا إذا رسمنا المغابيات وشما على زنود النشامى. دور اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين في هذه الأمسية الاستذكارية الوطنية لأبناء الوطن الذين قدموا أغلى ما عندهم هو دور كما هو دور التلفزيون الأردني، حيث دائما نجده في الميدان ليقدم رسالة وطنية صادقة لأجل أبناء هذا الوطن. طبعا أنا يجب أن أكون أقل الناس حديثا عن هزاع المجالي، حقيقة هزاع المجالي ملك للشعب الأردني وليس ملك لأبنائه فقط، جعل لنفسه مكانه. لازلت أشكر الأردنيين بعد 54 عام من وفاته من استشهاده، لازال يتحدث عنه المجتمع الأردني بكافة أطيافه. فالحقيقة هزاع المجالي أنا من أصعب أمر إلي علي أن أتحدث عن هزاع المجالي، لكن حقيقة رجل صنع، لم يولد زي ما بيقولوا الناس وفي فمه معلقة من ذهب، لا بل على العكس، ولد وترعرع بين الجماهير الأردنية حتى وصل إلى رئاسة الوزراء واستشهد في رئاسة الوزراء. رحمة الله على كل شهداء الأردن أولا، وأولهم الملك عبد الله المؤسس، وثانيهم أيضا هزاع المجالي، وثالثهم أيضا وصف التل رحمة الله عليهم، وهم مثل أعلى إلى كل الأردنيين. والحمد لله نحن الآن بحاجة إلى هذه التضحية وهذا المثل الأعلى لنكون ونلحق بهم للمحافظة على أردننا الحبيب. إذا تحدثنا عن الشهيد هزاع المجالي نتحدث عن شهيد ضحى بحياته في سبيل الأردن، وأنا أحب أن أتحدث هنا عن جزئية في حياة المرحوم الشهيد هزاع المجالي وهي علاقته بأهل عمان. فالشهيد هزاع المجالي أسند إليه من قبل جلالة الملك المؤسس رحمه الله الملك عبد الله الأول بن حسين منصب أمين رئيس بلدية عمان عام 1948، وكانت أول تجربة له بالعمل العام، لكنه أثبت جدارته وكفاءته. كم هو جميل أن يكون لمدينة عمان، أمانة عمان الكبرى، دور متواضع في تكريم من أوائل رؤساء بلدياتها في 48 عندما تسلم ولأول مرة المغفور له هزاع المجالي القلادة التي تحمل اسمه، وهي الآن موروث لإخلافه من رؤساء بلدية وأمانة عمان. شرف كبير أن يكون ارتباطي بمدينتي بعمان يكون ارتباطي بوصفي بهزاع وبكل شهداء الوطن. يمضي الزمان دقائقا وثواني، ويظل مجدك يا رفيع الشان. هزاع إن غابت عيونك باكرا فلقد طويت الهم بالأجفان، ولقد حملت العبء في عز الصبا، ولقد هزعت مراقد الخذلان. يوم مليء بالشجن والفرح، شفنا جميع هذه الوجوه ذكرتنا بالزمن الجميل اللي شفناهم، هم أساس ركيزة الأمن في الوطن، وإحنا إن شاء الله نبقى في ظل الهاشميين فرحين حتى لو قدمنا الشهيد تلو الشهيد.